إسرائيل. هلا بنتكل في هذه المحاضرة ناخذ تطبيق أحد تطبيقات الفانكشنز. يعني خلصنا إحنا شرح لثيوري فانكشنز نظرية الإلكترونات، وهلا بدنا نتكلم ناخذ أبليكيشن. هذا أبليكيشن ممتع لأنه بيعلمنا كيف مرات نتعامل مع الحساسية، تمام؟ كيف نجاوب بعض الحساسية. حتى في كاد الفانكشن اللي بنسميه البيجن هول برنسبل. البيجن هول برنسبل شو يعني؟ أول شيء شو يعني البيجن بالإنجليزي؟ حمامة. البيجن هول الخب، خب الحمامة. لاحظوا انه لو عندي انا خمس حمامات واربع حمام، معناته ثنتين بدهم يشكل، معناته ثنتين بدهم يروحوا على الناس الخم. هذا بدنا نتخيله شو علاقتنا بالحمام هون. اذا شو الدومين؟ الحمام البيجنز، والكودومين بيجن هولز. اذا كان البرنسبل شو بيقول؟ المبدا هذا انه اذا كان عدد البيجنز اكبر من عدد البيجن هولز، معناته في بيجن هولز بيدخل عليها بسيط. A function بيجن هول برنسبل، a function from one finite set to a smaller finite set cannot be one too. مزبوط؟ cannot be one. There must be at least two elements من codomain، من الدومين سوري، that are the same element in codomain. simple. ليه؟ طيب هلا بدنا ندرس هاي القضية ونحاول نحل، نعممها في حل أو نستعملها في حل العديد من المشاكل. زي ما قلت لكم في حوازير كثيرة كلها مرات تكون هي عملية تنحل على البيجن هول برنسبل. هاتوا اول شيء لو عندنا، طبعا بدنا نبلش هلا من الاسهل فالاصعب، يعني بعض الاسئله. لو عندنا مجموعه من الطلاب، من ست طلاب، هل حيكون اثنين منهم لهم نفس شهر الميلاد؟ لا لا مصر. ها؟ لا اذا كانوا 13. اوكي، اذا شو براسنا؟ الدومين والكودومين؟ حسب عدد الكودومين. لو عندي 13 طالب بس قديش عندي؟ 12. معناته هاي الكودومين اقل من، او خلينا نقول عدد البيجنز اكبر من عدد البيجن هولز. مظبوط؟ بالتالي في اثنين منهم حياخذوا نفس شهر الميلاد. طيب تعرفوا انه بتعرفوا قديش شعر براسكم؟ الافريج بيقول انه براس الانسان 3 ملايين شعر. بس 3 ملايين من الافريج. طيب اذا كان عدد سكان نيويورك 5 مليون، 5 مليون معناته هل بالضروره في حدا الى نفس عدد الشعرات لازم؟ صحيح. طيب دائما، طبعا اذا بدكم تساعدوا حالكم مرات بحلول شويه، دائما لازم نحدد شو هم البيجنز وشو هم البيجن هولز. هذا على فكره شوي اذا سابت المسائل عليكم، دائما فكر في شو هم البيجنز شو هم. الدكتور شو دخل عدد الشعرات؟ سؤال بس عشان طب معلوم مش دخل، مش شرط ان الاثنين يكونوا بالضبط بس ليش؟ مش شرط. نو ويت، هلا بالضروره عدد شعرات الواحد يعني من واحد، يعني بيكون من شعره ل 3 مليون شعره.
براس الواحد. وفي عندنا 5 مليون واحد. طب حتى لو كانوا 10 مليون فانا بتصفي نفس الشيء. في عندنا 5 مليون واحد 8 مليون. هلا هاي شيء هي قد ايه براسه هذا الزلمه؟ ولا شعر؟ ها؟ شعر ها؟ ها؟ هاي 3 مليون. يعني بجوز 300 ألف، بجوز أنا قرأت الرقم ما انتبهتش. بجوز 300 ألف. وين؟ أتوقع أنه 300 ألف بس. طيب، هلا بس قديش عندي أنا عدد الناس؟ 5 مليون. 5 مليون. لازم في أكثر من فأكيد أكيد بالضرورة بالضرورة. لازم يكفي في ناس إلهم نفس الاستشارة. بالضرورة. طيب هاتوا اكلكم اياها. هلا انت بتقول كاعن في كبسات. ضربت على النص. انت بتقول كبسات. عندنا 10 كبسات. جوز بالدار. مفرد. عندك جرارك. تجيب على شو؟ 10 كرسات ابيض و10 كرسات اسود نفس النوع كلهم نفس الشيء 10 ابيض و10 اسود. طلعت اول واحد شو طلع؟ اسود. اسود تمام. قديش بدك تضل لك الطول تطلع نفس اللون اللي طلع اول مره؟ قديش قديش جواب جاوبته؟ قديش جواب جاوبته؟ 5. قديش جواب جاوبته؟ كثير ولا واحد زي زي 10 لازم اكلنا فيها يطلع كل البيض فراح يطلع هون هون صح. الامثله اللي مرت كانت سجلي واضحه 100% شو هم البيجنس شو هم البيجنس بونز. هون طوالي ما فكرتوش شو هم البيجنس وشو هم البيجنس بونز. شو هم البيجنس؟ اللون الاسود ال20 مضبوط. والبيجن هونز طيب اذا 10 اذا البيجن هونز مضبوط هم ابيض واسود. طيب وبالتالي كملوا كم زوج بدي بدي اغلط اطول يعني طول اول واحد طلع اسود الواحد طلع 10 بتاخذ 12 بطل 20 بدي اظل اسحب تا يطلع ايش؟ تيطلع قديش اعلى عدد بيلزمني اسحب عشان اعرف عشان اطول نفس اللون الاسود؟ 10 غلط. 11 11 لغلط لانه شو هم بدهم يكونوا عدد البيجن هول زائد واحد يعني هم شو؟ بدهم يكونوا عدد البيجن هول زائد واحد. ليش هلا بدنا نفسرها هي لو بفسرها بسرعه بس بديش افسرها مباشره لكم كفزارين بدي افسرها من ناحيه فانكشن. هلا انت عندك 10 20 زوج مثلا سحبت طلع مثلا اسود. هلا هم ال 20 هذول وين بروحوا؟ كلهم يا بروحوا هون كل واحد منهم يا هون يا هون مضبوط ولا لا؟ صحيح. ليش؟ ليش؟ اوكي سحبنا هذا طلع اسود يعني كل دومين هنا سحبنا هذا طلع اسود نسحب الثاني شو بيطلع؟ احتمال اسود ابيض احتمال ابيض خلينا نقول احتمال ابيض وين اذا طلع اسود جاهزين جاهزين طلع ابيض طيب اللي بعده طلع ابيض واللي بعده خلص هذا الاثنين ابيض معناته من الثاني شو اذا الثاني بس اذا هذا طلع ابيض والثالث طلع يعني ابيض ابيض معناته صار عندي هذا الاثنين نفس الشيء بدل بس مراجعة لا نو كم عدد لازم اسحب عشان يطلع نفس اللون؟ طب هو شو اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض اسود خلينا نصف معي بيكتر ابيض اسود انا اعترف بيطلع ما هو يا بيطلع الثاني يا بيطلع الثالث
انا مع الاجابه اللي آه. شرط تكونوا ورا بعض يعني. لازم انا كنت شرط لازم يطلع. لا لا يطلع نفس اللون بجوز بس هلا انا بالضروره انا هيك شو علاقتنا بالبجن هون؟ انا مش عم نفس الارض الاسريه. شو علاقتنا بالبجن هون هون؟ نعم مين بحكي لي؟ الشراح انا عدد البجن اكبر من عدد البجن انه دائما بطلع دائما بدي اللي هون بهي الحاله بدي البجن عدد البجن هون زائد واحد. يعني شو عدد البجن هون زائد واحد؟ يعني بدي اشوف معناته هذول الاثنين الثالث بده يدخل في واحد منهم بهي الحاله يعني زائد واحد انه عشان يرد يتكرر. لو عندك خمس الوان جدلا بدي اضل اسحب حطهم كلهم ك السادس على طول السادس للسادس. تاني عندي بدي تاني واحد يعني الماكسيموم عم جوز اطلع اول مره بس الماكسيموم بدي الف عليهم واضطر ارجع بس زائد واحد. بس هيك عشان يعطيني الف مش ارجع لاول واحد. اه مش ورا بعض بس لازم اطلع. اه عشان اسحب اثنين يعني عشان اسحب اثنين يطلعوا نفس اللون. اه تركوا تركزوا على الموديلينج ماتماتيك الموديلينج بتاع الزريه. طيب ناخذ نعمم هذا المبدا. اذا عندي ان من البيجن هولز ان ان بيجنز فلاينج تو ام بيجن هولز في عندي عدد ان من البيجنز وعدد ام من البيجن هولز. نفترض انه في عندنا كيف اذا كان عدد البيجنز اكبر من كي ضرب عدد البيجن هولز يعني عندي هون هون من واحد لإن هون من واحد لإن. إذا كان عندي طبعا افترضوا كي كي عدد صحيح ها كي عدد صحيح. إذا كان عدد البيجن هون البيجنز اللي هو إن أكبر من كي ضرب إن يعني أكبر منها. لا ليه أكبر منهم بعدد من المرات؟ معناته then at least one pigeon hole contains k زائد واحد k زائد واحد or بس من أمريكا عارفين إنه في يعني مثلا افترض إنه أنا عندي مين طالب كم واحد بيشتركوا بنفس تاريخ الميلاد؟ كم واحد بيشتركوا بنفس تاريخ الميلاد؟ بنفس الشهر بتاع الميلاد. 100 على 12 فرق؟ لكن احنا هاي هون 100 هاي بتصير 100 وهاي فيها 12 نفس الشهر بنفس اليوم نفس الشهر. إذا هون 100 وهون 12 قديش كي؟ يلا كبروا كي قد ما بدكم بتقدروا تزعلوها طبعا بس كبروها يلا حطوا لي رقم 8 هاي 8 معناته 8 زائد 1 معناته في عندي 9 أشهر تاريخ في عندي شهر في على الأقل تسع بكون يعني تاريخ ميلاد او شهر ميلاد لتسع اشخاص على الاقل. مزبوط؟ ولا مش متنايه؟ على الاقل ولا على الاقل يعني في وقت جزء كلهم نفس الشهر هم نفس الشهر يعني التسعه هذول جزء كلهم هم نفس الشهر. بس انا شو قلت هون؟ في عندي then at least one pigeon hole يعني في شهر واحد معين هذا الشهر في
في بيكون والان في على الاقل 9 اشخاص او اكثر. يعني بقى شرط واحد لحالهم يجي المواد يمكن اكثر من شرط. اه بجوز كلهم هم في نفس الشرط. يعني ممكن التسعه يكون يعني طبعا يعني المية خذ اول واحد وين؟ شهر واحد، ثاني شهر واحد، كلهم بهذا الشهر. كلهم غير بهذا الشهر. مين؟ والباقي لا. لازلنا بنقول then at least one pigeon horn، مضبوط ولا لا؟ إذا كلهم ولدين في نفس الشهر مش مشكلة، ممكن شو نقول؟ at least one pigeon horn، يعني على الأقل واحد pigeon horn واحدة فيها على الأقل 9 أشخاص. طب ليش كذا؟ نعرف جزء جزء أكثر من 9 أشخاص. بس ها طيب يلا وزعوا قولوا لا أول واحد في شهر واحد والثاني شهر اثنين وثالث طيب ماشي يلا رد ارجع رد كيف ما لفيت ودورت لازم واحد يكون فيه 9 لازم أتليست 9 كيف بتقدر تحطيها بأي قيمة وشغلة واحد بس بشر ضلها ضلها المية أكبر من ال 12 يعني لو حطيناها 7 مش 8 لو حطيناها 2 3 مش مشكلة احنا شو قلنا؟ زين في at least one بيجن هول فيها قديش قلنا 2 3 فيها 3 كل ما تلفوا وتدوروا بدها تطلع نفس الشيء ها واضحة في اي سؤال؟ هاي كمان مثال جزء اسهل من ذلك إذا كان في عندي M 4 M اللي هم عدد الدور وإذا كان في عندي عدد البيجنز 9 يعني عندي 9 حمامات وبأربع أخنا كديش لا كديش ثلاثة في واحدة يعني في يعني يعني كل ما لفينا دورنا ها ها بديش أطلع هون ها بهاي الطريقة هاي الأربع حمامات يلا حطينا اول واحد هون والثاني هون والثالث هون والثالث هون كيف ما لفينا ودورنا حتى لو حطيناهم كلهم هون المبدا بيقول فيه وهم على الاقل في ثلاث او اكثر فحلفهم زي ما بدك بضل في واحد في واحد زياده اه واضحه نعمل جنراليزيشن نعمل جنراليزيشن قلنا اذا هذا اللي قلناه قبل شوي هذا هو نفس اذا التعريف شو بقول؟ for any function f from a finite set x to a finite set y and for any positive integer k اذا عدد اللي في اكس يعني عدد اللي في الكودومين اكبر من كي ضرب كي عدد صحيح عدد اللي في الكودومين then there is then there's some y يعني some pigeon holes في الكودومين such that y is the image of at least k زائد 1 distinct elements of x واضح هذا بس هنا نقطة يلا هذا الحل هذا مرة شو بيقول هذا المثال؟ تطبيق للبيجن هول برنسل يعني على على المشكلة التالية في عندي 85 طالب 85 طالب اثبت لي انه في على الاقل اربعة منهم لهم اول حرف يعني بس بيشتركوا بنفس اسمهم في اول حرف نفس الشيء كيف اساوي؟ 27 حرف عندي كثير من واحد
ثمانية 85 هذا الكود مين مزبوط هاي بيجيت والبيجن هولد كديه كديش البيجن هولد انت شو واحد الشيء اه ولا كديش البيجن هولد كديه كديه 21 26 يعني A B C D E F G كذا 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 زبط؟ يعني بعد 85 في ناس بيطلع لهم أول بيطلع الحرف معين هون مثلا لهم نفس الشيء قديش لا شو بقول اف بي انه at least four must have the same last initial or last or or first ها 26 كيف فكرت فيها؟ 88 اكبر من 85 اكبر من كي 26 يلا هات اختار كي كي 3 اكبر معناته ايوه من 78 ها؟ اكبر من 78 معناته من الناس اللي ضلوا ها يعني لفينا خلصنا لفينا على كل الاحرف واستعملناهم كلهم هلا عاد في عندي اتليست فور كيف عرفت انها فور؟ انها كي زائد واحد واضحه؟ وضوح الشمس طيب نأخذ نفس هلا هاي ثاني والناس يكون هاي ثاني نأخذ نفس الجنرالايز بيجن هول برنسين طريقة ها لأن مرات المسائل تيجي يا بوجه هذا يا بوجه هذا نفس الكلام يعني مش نقول شيء جديد بنحكي صيغه تختلف هاي كونترابيزيتيف فور اف وي هاف ام بيجن هولز ام بيجن هولز اند ام بيجنز فور سم بوزيتيف انتجر كي اف ايت بيجن هول لو هيك نبدا من هون اذا بنعرف انه كل واحد من هذول إلها اتموست كي بيجنز جاعل اتموست كي بيجنز then there are اتموست كي دوت ان كي دوت ان او كي ان بيجنز فسرها ولا فهمتوها؟ طيب اذا ما عندنا ان بيجنز وام بيجن هولز هذا اذا كان عندي كل واحد من هذول كل واحد داخل منها اتموست كي اليمنتس جاي عليها كي اليمنتس قديش عدد الدومين كو دومين كمان مره معاه؟ يلا جاهزين؟ إذا كان عندي أنا بعرف لزقنا الكبد شوي بكير كان يسرح من هون، هذا بنسرح من هون. إذا عندي في الكودومين إم من العناصر بجيب هونز وبعرف إنه في عندي لكل واحد من هذول اتموست كي إلمس جاي عليه. كي عدد معين. هذا صحيح وانا بعرف العدد ده قديش معناته عدد دومين اتليست يكون اتليست ولا مو كي اتليست ولا مو شو يعني اتليست يعني اكثر يعني
يعني ماكسيمم بالكام ولا لحد الان ما بيقول كائن حد الان تحكي اول بيجن هولز ولا وان اوف بيجن هولز تحكي جميع هولز ولا وان اوف بيجن هولز اذا كان داخل على هذول فور ايتش اوف ذيم نعرف انه جاء عليه كي اليمنتس وفي عندنا نعرف على العدد اذا قديش عدد العناصر اللي في الدميه اتليست كائن اتليست يعني بيكون اكثر طبعا اكثر الموست كائن سمعت انه كائن راح يكون اكبر شيء معنا في الكود في كل واحدة في كل واحدة في كي في كي مضبوط وانت بتحكي اتليست في كل واحدة في كي لا اتموست ولا اتليست الناس بتحكينا في الأولى أتليست ولا أتموست كيف موجودة في كل واحد داخل علينا هاس أتموست شو يعني أتموست؟ يعني مش أكثر من كيف من كيف معناها أتموست بدل يعني بجد يعني هاي داخل عليها مثلا ثلاث يعني أتموست يعني بنعرف إنه أو مش داخل عليها أكثر من كيف معناها بتكون الآن أتموست كيف ان كي ان كي ضرب ان هذا بقول الاتموس على العناصر اللي في الدنيا ليه؟ هات نحل المثال سؤال سبوز في عندنا اربع طلاب من 85 طلب هات ذا سيم انيشال ها في عنا نعرف اجى عندي انا في عندي 85 طالب بالمحاضره واجوا اربع كانوا اجداد انت دائما بتنادي في اللاست انيشال او في اللاست انيشال لا نادي ايش لانه مع اربع فتبين عندي اربع هل هاي صحيحه؟ هل بقدر استنتج لانه then at most three students would have would share the same particular condition. يلا. برضو بالنسبة للرد نستخدم هو عدد الأحرف. شو؟ صح يعني 85 طالب وبعدين عندنا من A to Z the total number of people is at most 3 sorry total number of people at most 3 دار 26 بسبب قد ايه؟ 78 but this contradicts the fact that they share sorry there are 85 people إن أول معناته at least four of them must share the last edition خلينا نروح من سؤال من الإشي بجوز يكون هذا وهذا المثال الأخير من خمس يعني في عندي 42 طالب في المختبر 42 طالب وعندي 12 جهاز كمبيوتر اول شيء قوانين الكول ممنوع الكول طالب بيشتغل على جهازه اتفقنا وممنوع يكون على الجهاز اكثر من 6 طلاب على نفس الجهاز وكنا نوزعهم رحتوا عند فن المختبر وقعدوا يوزع فيكم عندنا 42 طالب وعندنا قد ايش جهاز؟ 12 والقانون بيقول في شيء طالب بياخد على جهازين وفي شيء جهاز بياخد عليه اكثر من 6 طلاب هيك قوانين اثبت لي هيك سؤال at least 5 computers are used by 3 or more students يعني
كيف ما وزعتم فن المختبر في من هذول 12 خمسة نعرف شنهم؟ بجوز هذول بجوز اللي تحت بنعرف شنهم؟ خمسة بقعد عليهم ثلاث طلاب أوك كيف نعرف انت ها؟ 42 متر ثلاثة اثناش كم مرة؟ يلا 42 لا عشان كنا تكون أكبر من كيف يعرف هي 42 أكبر من ثلاثة اثناش طيب فكان يعني ضغط هاي كيف لسوة؟ رح يكون ثلاثة أو أكثر طيب مش هذا السؤال مش هذا السؤال لما أنا عارف مش هذا السؤال أنا بقول لي شو السؤال تأكد إننا فهمنا بعض في خمس كمبيوتر موجودين لازم يكون عليهم ثلاثة وقت ثلاثة وقت ليش بالعكس نضرب السيرت زي السيرت اللي يجي خليها أقل من 42 طيب خلينا نقول انه في عندنا K اللي هو number of computers used by 3 نشوف نطلع في هاي الخمسة ولا في عندنا عدد K من الأجهزة مستعمل من قبل ثلاث طلاب على الأقل ثلاث طلاب أو اتفقنا؟ بدنا نشوف بيطلع عندنا هاي الـ K هلا أكبر أو يساوي خمسة اتفقنا؟ كي اللي هو عدد الكمبيوتر إذا كي عدد الكمبيوتر عليكم اللي مستعمل فيهم ثلاث أو هذول كده يستوعب الطالب ها كده يستوعب الطالب ست كي ست كي صح ليش ست كي هو أكثر شيء كم طالب يستوعبوا يعني في عندي عدد معين هذا بدي احشر فيه معظم الطلاب كيف تستوعب ستة؟ كيف تستوعب ستة؟ مش كيف تستوعب ستة؟ لا انا لا عدد كي اجهزة عدد من الاجهزة بدي احط فيه كثير بدي احط عليه عدد طلاب اقصى ما يمكن كثير عشان عدد هذول الطلاب بيطلع ستة كي صح؟ اتفقنا؟ كده عدد الطلاب اللي بضلوا؟ بضلوا 2 و 2 و 2 و 2 و كم جهاز ضل؟ 7 احنا كنا كي؟ 12 كي 5 هم كلهم 12 12 ناقص كي 12 ناقص كي هذول قديش قديش ضل؟ 12 ناقص كي ايش هي؟ عدد هي عدد الأجهزة اللي ضل يعني جبنا كي عدد من الأجهزة نعرف السواعة كم جي كم جهاز كنا هذول نحط عليهم يعني هذول بيستوعبوا أكثر شيء كل واحد منهم ستة بيطلع عدد الطلاب اللي استوعبوهم ستة كي طيب كم جهاز ضل؟ 12 ناقص كي طيب 12 ناقص كي كم جهاز كم طالب يستوعبه؟ ستة كي
الجزء اللي ظلت يعني اللي هي 12 مش مستعملين 12 ناقص كي اللي عليها كم طالع لكم بيقدر يكون ماكسيمم؟ اثنين او اكثر اي او اقل اسبوع؟ صحيح طيب اثنين في 12 ناقص كي بتساوي قد ايه؟ 24 ناقص 2 كي صح؟ ليش 24؟ بس انا اللي يعني 24 ناقص 2 كي هذول عدد الطلاب اللي استوعبتهم الاجهزه اللي عليها هاي الاجهزه فقط طالبين وكر. طيب قديش صار عندي عدد الطلاب الكلي؟ ضفينا 6 كي 6 كي زائد 24 ناقص 2 كي هاي شو بتساوي؟ عدد الطلاب الكلي على هذا سوري مش عدد الطلاب الكلي هذا الماكسيموم مستوى هذول شو بتساوي؟ يلا 24 زائد 4 كي هلا 24 زائد 4 كي اكبر ولا اقل من 42؟ اكبر حسب ها؟ حسب الكير مالكم؟ حسب الكير لا احنا شو قلنا؟ هذول عدد الطلاب المحدد كي احنا فرضناه انه عليها عدد اجهزه معينه عليها ثلاث طلاب يعني من ثلاث لست او اكثر هون ست ليش احنا حطينا 6 كي عدد الطلاب اللي بيستعملوا هذه الاجهزه؟ يعني روحنا جبنا الطلاب اللي عندنا قلنا اوكي في عدد طلاب معين هاي المنطقه بدنا نحط عليها لسه ما حددناش الرقم على الاجهزه بس هذول الاجهزه بدنا نحط عليهم من ثلاث طلاب او اكثر فبلشنا قلنا اوكي ماكسيموم هذول بيستوعبوا قد ايه؟ كل واحد منهم 6 ف 6 كي هاي عددها يعني هاي عدد الطلاب اللي نحطهم عدد الطلاب 6 كي اللي نحطهم على الاجهزه هاي مع بعض كذا طلع لنا طالب 2 ضرب 12 ناقص كي لانه 12 ناقص كي عدد الاجهزه ضلت 2 ماكسيموم من ضرب هون طلع عدد الطلاب الكلي اللي انا مخطط استعمله او اوسعه قديش؟ 24 زائد 4 كي هلا هاي ما بتقدر تزيد عن 42 هاي 24 اها فبالتالي شو هو الرقم اللي بيخلي هاي وبيخلي 42 اكبر من شو هو؟ ناقص 24 يلا هي 5 لا مش 5 4 كيف؟ اللي هي 4 4 4 4 4 16 لا 24 لا 40 صح 4 16 24 40 اوكي 40 بعدين بتزيد الاول 4 بتزيد لها 1 فتصير 5 ليه بتزيد لها 1؟ تكرار عشان يصير لا مش هذا السبب قديش العدد بيطلع بالضبط؟ 4 ها؟ في طالبين 4 15 على 4 يعني 4 ونص 4 ونص بتطلع 4 ونص لا لا 42 لما تكون اكبر من 40 في طالبين يعني في اقل شيء 5 طلاب لازم يكون ليش 50؟ لانه في ضغط طالبين مش قاعدين عاجز ايوه اذا هناك اكثر شيء 4 فبضل 2 فلازم واحد فيهم يقعد يعني فلازم واحد فيهم يقعد 2 يقعد على يعني هاي بتطلع 4 هون مش صح في الوقت بس بما انها عدد لازم تبقى عدد صحيح في اقل من 4 من هيك قصدك؟ العكس يعني اوكي لازم تطلع هاي كده تطلع كين؟ خمسة أربعة هون إشي صح؟ أربعة بس فيها في ما هو لازم يكون عندك تحسبوها فبقى يعني قديش بتطلع أربعة هون قديش بالضبط بس لازم تتكرر لأنها هاي لازم تبقى على صحيح أربعة ونص
فبتطلع 4.5. طيب 24 زائد 4.5 ضرب 4 بتطلع 42 بالضبط. هلا بالتالي هي ايش؟ 4.5 لازم تزيد 50. هذا الكلام شو معناته؟ انه كي اكبر او تساوي 5 صح؟ وشو بدنا نثبت؟ كم جهاز ضل عندي؟ 12.
12 ناقص كي كذلك نعم كذلك شو بدك تدرس عليهم هذول؟ اثنين او اقل يعني هاي الاجهزه بيقعد عليها اثنين او اقل هاي الاجهزه بيقعد عليها ثلاثه او اكثر اكثر يعني ستين اكثر شيء بالتالي صار عندنا عدد الاجهزه اللي قاعد عليهم هون 6 كي وعدد الاجهزه اللي ممكن نستعملهم هون سوري عدد الطلاب اللي بيستعملوا هاي الاجهزه وها 2 12 ناقص كي هلا قديش مجموع هذول؟ قديش مجموعهم؟ 24 ناقص زائد زائد 24 اجمعهم هذا 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 عدد الطلاب اللي ايش؟ موجودين في ال طب انا بعرف انه عندي 42 طالب انا بعرف انه عندي 42 طالب هذا العدد اقل ولا اكبر من 42؟ حسب كيف؟ حسب مش كيف استعملنا كيف؟ لان الموضوع كيف اقل من 5 اذا كيف كانت اقل من 5 فبصير عدد الطلاب اقل من 42 يلا ساعدونا كلكم انا لما استعملت 3 نص يعني استعملت 6 طلاب 2 اذا هذا العدد اكبر من 42 يعني هذا الماكسيموم اكبر من 42 طيب اذا قديش كي افرز يلا جرب يلا جرب كذا تطلع 4.5 في شيء اسمه 4.5 هي لازم تلقى صحيح اذا 5 اذا كي مزبوط واحنا شو بدنا نثبت استاذ ليش ما قلت بالعكس انت العدد اللي عنده 4 بقدر احلها بطرق ثانيه على فكره في الكتاب كمان حل ثاني طريقه ثانيه طيب هاي تلخيص بس اذا بدنا نقولها عشان في اي سؤال عام عن هاي المحاضرة؟ في اي سؤال؟ نعطيكم العافية.